هو أول كاتب ترفع عليه دعوى حسبة؟ يعني أنا مثلا كصحفي وأنت كصحفي في السوشيال ميديا، هم ينادونك ما ينادوني. بالمختصر مع الكاتب والروائي السعودي عبد الله بن مخيت. عندنا أزمة سيناريست في الدراما السعودية؟ ما عندنا أزمة سيناريست، عندنا أزمة دراما ككل. لو أنا أكتب واحد زي هومير الصحفي إيه؟ وين القمثلين؟ كلهم ما يعرفون يمثلون إلا الكوميديا. نفسك الروائي؟ أصدرت رواية بعدها. وش؟ تابوت النبي، ممنوعة في المملكة، ممنوعة في الإمارات، وممنوعة في البحرين، ممنوعة في القاهرة، ممنوعة في لبنان. بالمختصر غداً الثامنة بتوقيت السعودية على MBC 1.